everybody, I'm Nursin. انا هكلمكم عن البارت التاني من التوبيك بتاعنا الايمالشن. زميلتي اتكلمت اول 4 بوينتس، انا هتكلم في الاربع بوينتس التانيين. اول حاجه، الاول بوينتس عندنا اللي هي الاستابيلتي في ايمالشن. فعلا او بناء على اللي زميلتي قالته، الايمالشن هو فارماسيوتيكال دوزج فورم، الهدف منه ان انا اوصل الدوز بتاع الدراج بتاعي بحيث ان يكون الريت اوف ابزوربشن والريت بتاع بايو افيليابيلتي بيبقى عالي. وانا عارفه ان الايمالشن هو عباره عن تو اميسبل ليكويد، عملت لهم ميكس مع بعض وحطيت عليهم ايمالسيفاير عشان يبقى ستيبل. اصلا ناتشرالي ان اي تو ليكويد سيستم بيكون عندهم تندنسي فور سيباريشن، ويحصل ريدكشن للانترفيشال اريا. ولكن السيباريشن ده بيحصل باكتر من واي، في ديفرنت ويز في السيباريشن. فانا عند اول واي للسيباريشن هي الفليكيوليشن. اللي بيحصل ايه في الفلوكيوليشن؟ ان الانترنال فيز او الدسبرزيت فيز او السوليوت ابون ستاندنج تند تو فورم اجريجيت من الجلوبيولس وتديني كلاودي ابيرنس، ولكن ابون تشيكينج ابون اجيتيشن بيرجع مره تانية ويحصل ميكسينج ويتكوي بقى ستيبل. فبالتالي اقدر اقول عليها ان هي ريفرسبل بروسيس. تاني ميثود، تاني واي سيباريشن، كريمينج. كريمينج غالبا بيحصل في الاويل ان ووتر ايمالشن، ان اللارج جلوبيولس او الاجريجيت اللي هي كورسبوندنج للانترنال فيز يحصل لها رايز على التوب، ولكن فتكون كونسنتريتد لاير او ديستنكت لاير على التوب، ولكن ابون اجيتيشن ابون تشيكن يحصل ميكسينج مره ثانيه للايمالشن ويبقى ستيبل. فبالتالي هي برضو ريفرسبل بروسيس. تالت حاجه بيحصل سيدمنتيشن. يعني سيدمنتيشن، اول حاجه سيدمنتيشن بيحصل في الووتر ان اويل ايمالشن، معناه فولينج اوف الووتر دروبلت من الايمالشن بسبب ديفرنس في الدنستي، ولكن برضو ابون اجيتيشن يحصل يبقى ستيبل مره ثانيه. رابع حاجه الكوليسنس. يعني كوليسنس بقى ان بارت جزء او اول الليكويد اللي هو كورسبوندنج في الانترنال فيز بقى ان ايمالسيفايد. ان ايمالسيفايد يعني المفروض الايمالسيفاير المسؤول اصلا عن الاستابيليتي بتاع الدراج بقى الانترنال فيز نفسه ان ايمالسيفايد. فبالتالي ده دينجرس واي في السيباريشن، وبيكون الريفرسبل بروسيس. هيحصل كومبليت سيباريشن لتو فيزز حتى ابون تشيكينج او ابون اجيتيشن، مش هيحصل ميكسينج مره ثانيه. رابع حاجه ان انا عارفه ان الووتر هي اوبتيمال انفايرمنت للجروث بتاع المايكرو اورجانيزم، كمان الانجريدينتس بتبقى نيوترينت للمايكرو اورجانيزمز. فبالتالي ان الايمالشن بيبقى افكتد بالكونتامينيشن ويحصل ادفيرس رياكشن، وكمان ممكن يحصل له برضو افكتد باذر كيميكال اند فيزيكال التريشن. فنتيجه لذلك انا ممكن احط بريزرفاتيف بحيث انه يقلل الليفل بتاع المايكرو اورجانيزمز الموجوده. وزي ما انتم شايفين اهو الايمالشن استبدل حصل له فليكيوليشن، حصل له كريمينج، حصل له سيدمنتيشن، حصل له كوليسنس. ثاني حاجه اتكلم فيها ازاي اعمل ديتكشن ديفرنشيشن بين تايبس اوف ايمالشن. انا اقتصر في الكلام عن الاويل ان ووتر والووتر ان اويل لانهم موست كومن تايبس من الايمالشن. انا عارفه ان الفاينل بريباريشن بتاع بوث ايمالشن سواء الاويل ان ووتر او الووتر ان اويل لوك ذا سيم ان ابييرنس. فاذر ريزلت اوف ذيس كيس لازم يكون في عندي ديتكشن تيست تقدر تعمل ديفرنشيشن، بمعنى ان انا عندي ايمالشن قدامي انا مش عارف ايه نوعه، فبالتالي لازم يكون في تيست تقدر تعمل ديفرنشيشن بين التو تايبس وتقولي ده نوعه ايه. اول ديتكشن تيست هو الدايليوشن تيست. في الدايليوشن تيست انا اللي هيحصل كالاتي، هاخد سمول فوليوم من الايمالشن اللي معايا واعمل اديشن لووتر اور اكيوس سولفنت. بعد كده اعمل ايه؟ اعمل اوبزرفيشن. لو انا لاحظت ان الايمالشن بتاعي ريمين ستيبل، فبالتالي ان الووتر هو الاكسترنال فيز، بمعنى ان هو الاويل ان ووتر ايمالشن. اول كيس دي. تاني كيس، في حاله عملت اديشن للووتر اور اكيوس سولفنت ولقيت الايمالشن حصل له بريك، فبالتالي معناها ايه؟ معناها ان الاويل هو الاكسترنال فيز، وان انا عارفه ان الاويل والووتر نوت ميسمن مع بعض،
فبالتالي ايه تايب اوف ايمالشن؟ التايب اوف ايمالشن هو ووتر اند اويل ايمالشن. فطبعا بناء على الكلام اللي انا قلته فانا اقدر استنتج واقول ان الاويل ان ووتر ايمالشن كان بي دايلوتد باي الووتر، والووتر ان اويل ايمالشن كان بي دايلوتد ويز الاويل. وطبعا اقدر اقول واستخلص من ده كله ان الدايلوشن تيست ديبند اون السوليابيلتي اوف اكسترنال فيز، هل الاكسترنال فيز بتاعتي ووتر اور اويل. تاني ديتكشن تيست عندي هو الكوندكتيفيتي تيست. الكوندكتيفيتي تيست ديبند اون ايه؟ انا عارفه ان الووتر هي ات جود كوندكتور فالاو الالكتريسيتي تو جرو. فانا هعمل كالاتي، هجيب الايمالشن بتاعي واحطه في كونتينر واحط تو الكترودز واعمل لهم كونكت بباتري ومعايا بلب. ففي حاله هو كان اويل ان ووتر ايمالشن ولقيت ان البلب ده حصل له جلو، فبالتالي ان الاكسترنال فيس بتاعي هي الووتر والووتر جود كوندكتور لو بتسمع الالكتريسيتي يحصل لها جلو، وبالتالي ليها بوزيتيف كوندكتيفيتي. بات ان ذا كيس اوف لو لقيت ان البلب ده بقى تيرنت اوف زي ما هو ما نورش، بمعنى ايه؟ معناه هنا ان الاويل هو الاكسترنال فيس وانا عارفه ان الاويل هو بور كوندكتور وبالتالي في نيجاتيف كوندكتيفيتي. فبالتالي اقدر اقول ان الاويل ان ووتر ايمالشن الاو دي بوزيتيف كوندكتيفيتي والووتر ان اويل ايمالشن دي نيجاتيف كوندكتيفيتي. وتالت ديتكشن تيست معايا يقدر يعمل ديتكشن لتو تايبس اللي هو الداي تيست. ايه اللي بيحصل في الداي تيست؟ اللي بيحصل في الداي تيست اللي مالش معايا هعمل ادشن لتريس اماونت من الداي اللي معايا. لو يكون الداي عندي اسمها الامارانس، الامارانس دي ووتر سولابل داي، واعمل تشيك اندر ميكروسكوب يعني اجيب سلايد واحط عليه دروبس من الايمالشن بتاعي اللي انا عملت له ميكس بالداي وشيك اندر ميكروسكوب. لو لقيت اندر ميكروسكوب الكونتينيوس فيز ابير ريد معناها ايه؟ معناه ان الايمالشن بتاعي اويل ووتر ايمالشن يعني الووتر اكسترنال فيز يعني الووتر سولابل داي حصل لها ديسولف انت عشان to give its color. But if we see under microscope scattered globules appear red معناها هنا ان ال continuous phase هي بتكون ال oil واصلا ال continuous phase هتبقى appear colorless. فبالتالي ان ال emulsion نوع هنا water and oil and vice versa، بمعنى لو انا حطيت oil soluble dye زي scarlet red او sodan 3 وعملت check under microscope لقيت ال continuous فيز اتهرد فبالتالي هي ووتر ان اويل ايمالشن. ما احنا شايفين في اول صوره ان الامارانس انا حطيته والكونتينوس فيز ابير ريد فبالتالي هو اويل ان ووتر ايمالشن، وفي الصوره الثانيه لما جه حطيت الامارانس طبعا بتريس اماونت لقيت ان في سكاترد جلوبيولس بس لونها احمر فبالتالي ان الكونتينوس فيز هنا الاويل والايمالشن بتاعي نوعه ووتر ان اويل ايمالشن. بعد كده اجيب الفلتر بيبر اللي انا عملتها سوكينج في كوبالت كلورايد سوليوشن اعملها دبنج ان الايمالجن، بعد كده اعملها درايد. يعني انا دلوقتي زي ما الصوره اللي قدامكم موضحه ان انا اهو فلتر بيبر حصل له درايد بعد ما عملت له دبنج جوه الايمالجن. فدلوقتي الدرايد فلتر بيبر دي عندي احتمالين، اما الدرايد فلتر بيبر اللي هي لونها بلو اما يحصل لها تيرن من البلو للبينك فبالتالي ده انديكيت انها اويل اند ووتر ايمالشن. بات لو هي فضلت ريمين بلو زي ما هي فكده معناه ان الاكسترنال فيس بتاعي اويل والايمالشن بتاعي ووتر اند اويل ايمالشن. وتالت واخر ديتكشن تيست معانا هو الفلورسنس تيست. اللي بيحصل في الفلورسنس تيست ان الايمالشن يحصل له اكسبوجر لالترا فايولت راديشن، بعد كده اعمل تشيك للايمالشن بتاعي اللي انا عملت له اللي انا اكسبوزد عرضته للالترا فايولت راديشن عند الميكروسكوب. فانا لو لقيت ان الايمالشن بتاعي شو كونتينوس فلوريسنس فمعناه ان الاكسترنال فيز كانت اويل ونوع الايمالشن ووتر اويل ايمالشن. بس لو انا اندر ميكروسكوب شو اونلي سبوتي فلوريسنس فمعناه ان هنا كانت الاكسترنال فيز كانت الووتر والايمالشن بتاعي اويل ووتر ايمالشن. وزي ما ظاهر عندكم في الصوره الاولانيه ان الكونتينوس فيز كانت كلها فلوريسنس، ف
فنوع اللي مالشن ووتر ان اويلي مالشن. والصوره الثانيه ان بس هي في سكاترد بس بيكون لونها فلورسنس، فبالتالي نوع الايمالشن اويل ان ووتر ايمالشن. وهتكلم معاكم في البوينت دي عن البيروس بتاعه الفورميشن الايمالشن، او بمعنى اصح ليه انا عملت ايمالتيفيكيشن بروسس. طب انا ممكن اخلي الدواء في صوره ثانيه، يعني احطه في اي فارماسيوتيكال دوزج فورم ثاني، ولكن انا لما يكون الدواء في صوره معينه، يعني ممكن احط نفس الدراج بتاعي في اكتر من فارماسيوتيكال دوزج فورم، ولكن ممكن صوره معينه من الدوزج فورم ده بيكون فيها الدراج، بيكون الاكشن بتاعه والريت بتاعه والديجري بتاعه الابزوربشن والباي افيليبيليتي بتبقى هاي، اعلى من الصوره الثانيه اللي انا حاطط فيها نفس الدراج. فاول بيربز معايا من عمليه الايمالسيفيكيشن بروسس، وي كان بريبير ريلاتيفلي ستيبل اند هيموجينس ميكستشر من تو اميسيبل ليكويد، بمعنى ان انا عندي تو ليكويد هما الاثنين اميسيبل مع بعض، فانا اقدر عن طريق عمليه الايمالسيفيكيشن بجيب التو اميسيبل ليكويد مع بعض واحط عليهم الايمالسيفاير اللي هو ريسبونسبل فور الاستابيليتي وفورميشن هيموجينس ميكستشر. وانا قلت كمان ان هو ريلاتيفلي ستيبل، ما قلتش ستيبل، لان ان الايمالشن انا عارفه ان انا عندي اي تو ليكويد مع بعض بيكون عندهم ناتشرال تندنسي تو بي سيبريتد، ويحصل ريدكشن للانترفيشال اريا زي ما انا ما كلمت فوق عن الاستابيليتي اوف ايمالشن. يعني هو ثيرمو دايناميكالي ستيبل ان ستيبل وكاينيتيكالي ستيبل. يعني كاينيتيكالي ستيبل يعني تيك ا لونج تايم تو بي سيبريتد. تاني بيربز عندي انه allow الادمنستريشن ليكويد دراج ان ذا فورم اوف مينت جلوبيولس، يعني خلي الاويل دراج في صوره مينت جلوبيولس. يعني انا الفات لما هي تبقى في صوره مينت جلوبيولس هتبقى ايزلي تو بي دايجستد عن طريق الانزيمز، فبالتالي اقدر يحصل ابزوربشن والباي افيلابيلتي بتاعتها تبقى اعلى. يعني لما تكون في صوره مينت جلوبيولس يعني السيرفس اريا بتاعها عالي. وكمان لما يكون الدراج بيكون في صوره مينت جلوبيولس بتاثر على الافشنسي بتاعت الدواء. يعني عند المينرال اويل لما يكون في صوره ايمالشن افضل ما يكون في اي صوره تانية. ليه؟ لان الايمالشن المينرال اويل في صوره ايمالشن هيكون كاثارتيك، يعني الافشنسي بتاعته زادت، بدل ما كان لاكسيف وكان بيرجاتيف كان في صوره كان كاثارتيك. تاني حاجه انا عندي عامل سيلكشن للاويل ان ووتر ايمالشن. الاويل ان ووتر ايمالشن عنده مور كاركترستيك عن الووتر ان اويل ايمالشن، ان انا ممكن استخدمه كفيكل يعمل انهانسمنت للبايو افيليبيليتي اوف بولي ابزورب دراجز. انا عندي دلوقتي بولي ابزورب دراجز عايز ازود، المفروض عندي ايه الغرض من الدواء؟ الغرض انه يحصل له ابزوربشن وبالتالي البايو افيليبيليتي بيكون لي عنده بايو افيليبيليتي بتاعته بقى عاليه. فانا دلوقتي بولي ابزورب دراج ما ينفعش احطه عليها، ما ينفعش احطه في ووتر ان اويل ايمالشن، يعني حاجه مش بتدوب. فانا كده استفدت من ايه؟ فانا احطها احسن في اويل ان ووتر ايمالشن يعمل انهانسمنت للسوليابيلتي وبالتالي من انهانسمنت للباي افيليابيلتي. تاني حاجه الفور اورالي ادمنستريتد ايمالشن، انا الدراج بتاعي ما ينفعش يكون طعمه بيتر، يعني لازم يكون اكسبتابل في التيست للبيشنت عشان البيشنت يقدر ياخده. فانا بالتالي هستخدم الاويل ان ووتر ايمالشن بحيث ان يكون الووتر بتكون فليفرد اند سويتنرد اي فيكل. تاني حاجه الحاجات اللي هي الدوزج فورم بتكون اكسترنالي للسكن ممكن استخدمها اويل ان ووتر او ووتر ان اويل ايمالشن. ديبند اون ايه؟ تعتمد على النيتشر بتاع الثيرابيوتيك ايجنت اللي انا حصل له انكوربريشن جوه الايمالشن ده. وتاني حاجه بتعتمد على الديزايرابيلتي بتاعت الايمولينت اور التيشو سوفتنينج افكت اوف ذا بريباريشن. فبالتالي انا استخدم الووتر ان اويل ايمالشن بيكون مور سوفتنينج في السكن عن الاويل ان ووتر ايمالشن. ليه؟ لان الووتر ان اويل ايمالشن بيكون ريزيست للدراينج اوت ويمنع الايفابوريشن بتاع المويستشر من السكن، ولكن بيكون عيبه ان هو ريزيستنت to be removed عن طريق ايه؟ الووتر. On other hand انا ممكن استخدم الاويل ان ووتر ايمالشن برضو يحصل لها externally في externally application لو انا عايزة الدوزج فورم بتاعته easy to be removed من السكن. وكمان انا عايزة اقولك ان الايمالشن دي اكتر من بيربز. يعني ايه؟ انا ممكن ان استخدم الايمالشن يعمل ماسك للبيربز
اللي هي الاودر اللي هي مش مقبوله زي الكاستر اويل والكود ليفر اويل. والايمالشن كمان ليه دور مهم جدا، يعمل فور سستيند ريليز للدراج. يعني انا دلوقتي انا عايزه الدراج بتاعي ليه سستيند اكشن، يعني يقعد فتره طويله، فانا احطه في ووتر ان اويل ايمالشن بحيث انه يكون عنده ديبوت اكشن. في عندي اسينشال نيوترينت زي الكربوهيدرات زي الفات زي الفيتامين، ممكن اعملها ايمالسيفيكيشن بحيث ان انا اقدر استخدمها كاسترال انترافينوس ايمالشن. والفات بيكون في صوره النانو ايمالشن، يعني بيكون المينت جلوبيولس في ايزي تو بي دايجستد، ويحصل لها يحصل لها دايجست عن طريق اللايبيز انزيمز الموجوده جوه الانتستين، فبالتالي اقدر استفاد منه. الانترافينوس ايمالشن ممكن في كونتراست ميديا ممكن استخدمها يعمل اسيست في الدايجنوزس. وكمان زي ما ذكرت ان الايمالشن ممكن عن طريق وايدلي يوز في الفورميوليشن، بس انا اكسترنالي في صوره لوشن في صوره كريم وفي صوره لينت. واخر حاجه اتكلم فيها الابلكيشن اوف الايمالشن. في الايمالشن ليه ديفرنت، في الايمالشن ليه ديفرنت ابلكيشن. ذس مين ان هو مش الاكشن بتاعه مش مقتصر على ريجو معينه في البادي. فاول حاجه انا هستخدم اللي هي الاورال ايمالشن، اويل اند ووتر ايمالشن كتايب نوع ايمالشن. يعني اول مثال عندي الفريلاكس. الفريلاكس هو اويل ايمالشن بلاي ان امبورتنت رول ان كونستيبيشن از يوزد از كلاكسيف كونستيبيشن، سواء كانت بوست بوست اوبريشن كونستيبيشن اور الكونستيبيشن ويز كرونيك هيرنيا. اللي انا قلت ان هو ووتر ايمالشن، فبالتالي ان الووتر بلاي ان امبورتنت رول ان باول تعمل سوفتنينج للستول، اعمل ستورج في دراي بليس ولازم اعمل ستورج في دراي بليس وكول وبروتكت فروم اللايت. تاني مثال عندي من الاورال ايمالشن كاستر اويل، بس بالاضافه ان الكاستر اويل يوز از اورال ايمالشن بات وي كان يوز ات توبيكالي. في حاله الاورال ايمالشن يعمل كلين اوت للانتستين بفور باول اكزامينيشن، في حاله لما اجي استخدمه توبيكالي بستخدمه فور هير هيلث او السكين هيلث اور الارثرايتس. ويعمل كمان اندكشن للليبر ان بريجننسي، وكمان يعمل ستورت الفلو اوف ميلك. فبالتالي انا باكد كلامي ان الايمالشن مش مقتصر على يعمل اكشن بتاعه دفء على ريجن واحد بس، يعني بالتالي هو مش لوكال، هو سيستميكالي اكشن. واعمله بريزرفيشن في ثيك وتايت كونتينر ودارك كالرد كونتينر واواي فروم لايت. وبالتالي كل ما انا خليت الكونديشن بتاعه الاستورج كانت افضل، كل ما كان انا زودت انكريس للشيلف لايف. واخر طبعا زي ما احنا عارفين ان الايمالشن بلاي امبورتنت رول في الفارماسيوتيكال دوزج فور يوزد از اكسترنالي. فانا عندي بعض الابلكيشنز زي افتر سان بستخدمه فور سان بروتكشن، نيفيا طبعا المشهور فور سكن نورشمنت، كلامين بستخدمه يعمل تريتمنت للمايلد اتشنس سواء الاتشنس جاي من بويزن او جاي من انسكت بايت اند اذر سكن كونديشن، مش بس الاتشنس. الكلامين ممكن الاقي منه لوشن، ممكن الاقي منه كريم، عمل ستورج ان لايت ريزيستنت كونتينر بلو 40 سليزيس اند، ولكن الستورج يكون بريفير بين 50 to 30 سليزيس. لازم برضو اخد بالي اعمل بروتكت فروم الفريزنج ديورينج الستورج. في عندي الكلاب بيكون ذا وورد اوف بيوتي، البي اف انكت يعمل تريتمنت للريزيما كوز باي ريديو ثيرابي وسوبرفيشال وند اند ماينر بيرن للفيرست اند سكند ديجري من البيرن، سواء البيرن ده جاي من سام بيرن او راديشن ديرماتايتس. واخر ابلكيشن معانا عن الايمالشن، ان الايمالشن بلاي ان امبورتنت رول فور دراجز تيكن از انترافينسلي. اول مثال عندنا السلفادبين ايمالشن هو فايل انديكيت فور يعمل ريدكشن للبلاد بريشر، يعني كالسيوم شانل بلوكر. الستورج بريكوشنز بتاعته اعمل له ستورج في كنترول روم يقدر يقعد فتره لحد 2 مانثس. لازم ادخله في الريفريجريتور في درجه حراره من 2 الى 8 سليزيوس. هو فوتو سنسيتيف دروج فبتعمل له ستورج بحيث اعمل له بروتكشن اجينست الفوتو ديجراديشن. تاني اكزامبل معانا في الدروجز اللي هي انترافينسلي دروجز، الدبريفان هي انجكتابل ايمالشن. الانديكيشن تعمل ديكريس للليفل اوف كونشسنس، تعمل مينتيننس للجنرال انستيزيا، برضو اقدر استخدمها ان فيترينري ميديسن.
ولكن انا مش قصدي ان هي دي بس الابلكيشن بتاعه، ان لان الايمالشن عنده كتير جدا من البنفيتس بتاعته، فبالتالي هلاقي ديفرنت ايه ابلكيشن ليه. وبكده نكون خلصنا من اللي كنا عايزين نوصله، بتمنى نكون وصلناه بشكل كويس ليكم.